بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه جولف سيت، يعني جولف سبعة، باش نبدلوا لها فلتر نتاع الابيتاكل او فلتر كامل الزير. هو موجود من اللوطه تحت التابلو من اللوطه ورا القشر، فما كعبه فيس نحاها ونحو الغطاء هذايا، ومن بعد نلقوا حاجه كي السكه هذيك، شفتوها كي السكه هذه تنحى تفك هذيك فيها يعني كيلا جراف تتجبد جبدان، ومن بعد نقول فلتر. لكن فلتر نخرجوه، يعني فلتر ظهر لي ملاهم اللي شراه عمره ما بدل. يعني شوفوا الحاله اللي هو فيه، يعني شوف التراب، شوفوا الحاله اللي هو فيها. هذه كلها اللي يستنشق فيها صاحب السياره، يبدا يستنشق فيها وما يعرفش. الفلتر ابيتاكل هذيا صناعة تونسية، مصفات هذيا اتش بي 166 اتش بي 160، يمشي على الودية على السيات على سكودا على الفولكسفاجن. وطبعا مش تشوفوا الفرق بين القديم والجديد. شفتوا يعني شيء فرق كبير ياسر بين هذا وبين هذا، وهذا مهم ياسر للصحة. الانسان لازم يرد باله ويبدلوا على الاقل كيف كما هو، كما الفلتر اير، كما كل يبدلوا مع بعضهم كل 25 الف 30 الف يبدل. دونك جبنا الفلتر الجديد وباش نرجعوه مكانه كما عملنا المره الاولى، كما جبناه المره الاولى باش نرجعوه يدخل هو على جنب. علاش يعملوا هكاك؟ هو كي كورديو باش انت تتحكم فيه كما تحب وقت الدخله، ومن بعد هو الداخل يعمل السيستم تاعو يتحل. ركبوه في مكانه، نستنوا عليه يدخل الداخل بالضبط. الضوء ناقص مش مشكله. وعندنا القطع نتاعو اللي هو هذا، النقطة نتاعو اللي غطي عليه سهل، ويدخل يخرج كي الجرار، يدخل يخرج كي الجرار. ايوا سمعتوها تعمل تك هذيك، معناتها هو دخل المكان. دخل المكان ونرجعوا القطع نتاعنا اللي هو يغطيه هذا طرف بلاستيك واحد. الداخل يعني فما هذه مادة يسموها تراتمون كومبلي دو سيستيم دو كليماتيزاسيون، يعني هذه مادة يعني تخليك ريحة في السيارة يعني باهية، وتعطيك يعني تقتل الجراثيم، يعني فيها عدة فوائد يعني بالنسبة لصحة الإنسان. نعم، ماذا بينا ناخذ منها. هذه هي مو غالية شوية، تعمل تقريبا 26 دينار. 26 دينار تعمل غالي، لكن مش مره يعني في على الاقل مره في العمر، يعني كي تبدل هذه مره تعمل معاها الوحده هذه، مش لازم تبدلها، يعني مش لازم كل مره تبقى عندك هذه، كل مره تعمل فيها تعملها تركب لها الوحده نتاعها، تركب لها الخرطوم نتاعها هذه التيوب نتاعها، وتنجم تحط في السلكوي نتاع هذه نتاع الواحد وتفشفش، تعطيك باش تعطي روايح وتقتل الجراثيم. اعمل شفتوها تعمل الداخل هذه، يعني كل تنجم تكون الاماكن نتاع خروج الهواء نتاع كما زادت تنجم تعملها كلها مع تعمل حطوا لها الماده هذه باش تنظف وتعطي ريحه. حطوها نحاولوا ندخلوا التيب هذاك اللي هو الخرطوم للاخر باش ينزل المكان المروحه، ونفشوا مرتين على بعضهم هكاكا، ونبدو بشوي بشوي كيف نرجعوا للوسط، نرجعوا للمكان الوسط هذا كيف حتى نحاول ندخلوه الماكسيموم الاخر باش ننظف القنوات نتاع المكيف كلها السلكيه نتاع كما تزال، وهكاك يعني منها ريحه ومنها يقتل الجراثيم هذه. ريحته طيبة، إن شاء الله تنفعكم العملية هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.